المعتقد عم بيكون له تأثير خطير. ما في اعتقادات، في تجربة عرفانية مباشرة. أنت بتشوف، بصير الإيمان إيمان رؤية، بصير تشوف فقط نفسك الكلية. انتهت هاي الحالة، دوما موجودة على الأرض، طبيعة الأرض كهف مظلم تتربى نفوس فيها بالصورة البطيئة، بين الولادة والموت، الليل والنهار، النوم، يقظة. فأهل الكهف لما بيطولوا هاي المدة بالنوم، الغريب إنه ولا أي منطق بشري بيقبلها، وأصلا مش موجودة. والأغرب كيف الناس بتقدر تصدق هذا الشيء. يعني تصور هذا التصديق بيدل على سعة إيمان. في شيء بداخلك عم يخليك تصدق شيء مش منطقي أبدا، ولا بيقبله أي عقل، وأصلا ما صار هيك، بس لأنه في له قوة رمزية كبيرة كثير. هي دكتور يمكن قصة موعظة، هي يعني مش موعظة، يعني موعظة مش حقيقية، لأنه هي القصة موجودة بكتبها يمكن أفرام السرياني قبل القرآن ب 500 600 سنة. هي صايرة الحكاية موجودة، حكاية قصة أهل الكهف ب يعني هيك مستني الرسالة تبعها. ف رجعت الوضع بسياقة أخذت ومحطت بنفس هي قصة إنه بدك أنت توعظ الناس، توصل إنه قديش الناس لازم يعني تأمن إنه في قدر بده يمرق يعني على الناس اللي موجودين ما بعرف هذا. هلا المعلومات اللي عم توصل مع وجود الإنترنت اسمها معلومات، يعني قد تكون صح. احنا شو بهمنا؟ مش المعلومات، بهمنا إنه كل شيء بنعرفه بالمعتقدات وبالرموز الدينية إشارة لشيء باطني بداخلنا. لما منوع على المعنى، هاي الرموز في إلى فائدة بتصير باللاوعي اللي فينا، وصارت متجسدة لما فهمناها. مثلا رمزية آدم وحواء مش نفس القصة؟ كل البشرية لهم أب وأم واحدين. هلق هي هيك الرمز والأسطورة، بس هي عم ترمز لشيء أعمق بكثير. كيف النفس وجودها بالعالم المادي، كيف ترجع لعالم العقل اللي هو عالم آدم، قيامة مثلا، قيامة السيد المسيح، كيف إنه قام بثلاث أيام، شو رمزيتها؟ بتلاحظ إنه 309 عم تقولوا عن أهل الكهف، ليش 3 و9؟ هون فيها الأرقام، في إلى شيء، لأنه الكون ديجيتال رقم، وهذا الرقم مع المعنى المحمل على الكلمات والقصص عم بيغذي العقل الباطن للجنس البشري، وتفهم نفوس بغير الفكر، عشان هيك في له التأثير، في له قوة كبيرة. المعتقد عم بيكون له تأثير خطير لدرجة إنسان تلاقيه بيضحي بنفسه عشان يحافظ على عقيدته. شو هالغسيل للدماغ؟ منين عم تيجي هالشفرة؟ من الروح. شوف مثلا القصص الروسية، القصص الروسية إلى جمالية كثير كبيرة لما بتيجي تحضرها، عم بتناغم شيء بروح الإنسان بباطني. طيب يعني ما لازم نعتقد؟ هو بصراحة هون بنختلف عاد بالوعي التوحيدي. الوعي التوحيدي قال بيكون بريء من كل شيء اسمه اعتقادات. بريء يعني شو في يمينه؟ انت بتزرع بذري، تبرأت هالبذري من صلابة معتقداتها. هي معتقدها صح، هي معتقدة حالها انها بذري. هالبذري في معلومات عن شجرة كاملة، لما بدأت تنمو بالوعي او بدأت تتبرع، نفس لما بدأت تنمو بالوعي، ما هي ببذري جسدي، بدأت تنمو بالوعي، صارت تقوم قيامة مسيح آخر، صارت تقوم قيامة نبتي من ضمن المعلومات اللي بالبذري. هذه القيامة
هي ظهور من الفعل للواقع، الواقع الفعلي من الكمون، من حالة الكمون بشكل شفرة وراثية داخل البذر الصلبي اسمه معتقد. هالمعتقدات اللي بتعتقدها البشرية وقد بيتحاربوا عليها وكل واحد كلهم معهم حق، بس هذا معتقد بيعطي شجرة من نوع كذا وهذا شجرة من نوع كذا. المهم مش تتنافس مع معتقدات الآخرين لأن كل بذور محدودة بقشرة الأنا. المهم أنه تسمح لهالملكات الداخلية اللي فيك أنها تصير كوني شامل. فهون ساعتها بنفهم أنه نحن كائنات خارج حدود الزمان والمكان. كيف نفهمها؟ لا يمكن نفهمها إلا إذا تبرأنا، أي شفينا من كل المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات والأحزاب وكل هاي التفسيرات الضحلة اللي بتتعلق بدماغنا ونختلف عليها. لما منصير نشوف كل شيء وراء في حقيقة بصير نتمسك بالحقائق، نبطل نختلف على الأشكال الخارجية. فمن هون كان الوعي التوحيدي وأساسه التبري من كل المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات. الاعتقادات منين عم تجي؟ حتى المذاهب بالفكر، والفكر محدود بالحواس، والحواس فقط مادية وهي عبارة عن طاقات محدودة بالعالم المادي. بس الإنسان أكبر من هيك بكثير. بما أنه الإنسان أكبر من هيك بكثير بكثير مش بشوي، معناها هي البذرة اللي كانت الشجرة كاملة فيها فعلا بالحقيقة أكبر من هيك بكثير. مين كان يصدق أنه الشجرة كاملة بالبذرة؟ نفس الشيء مين بيصدق أنه كل الأكوان كاملة بنفسك؟ لما بتوع على هالشيء اسمك قام مسيح آخر من بين الأموات. الأموات هو نحن لما بنكون بعالم الجهل، ونحن ما في أشطر منا بعالم الجهل. منزكي أنفسنا بشقفة معتقد نحن فرقة الله الناجي والآخرين عنا، هاي تسكين اسمها تسكينات عقائدية. منيجي للوعي التوحيدي ما في اعتقادات، ما في اعتقادات، في تجربة عرفانية مباشرة انت بتشوف، تصير الإيمان إيمان رؤية. إذا الحالات هذه اللي بتتفضلوا فيها قد إيه لها تأثير على الجنس البشري؟ بس أنا بشوف أنه بهاي المجالس منفتح العقول. روح أحكي هذا الكلام قدام ناس منغلقين ما بيقدر يشوف غير بما تخيله عليه الحواس، بكفرك وممكن يعني باسم الله أكبر يقطع لك رأسك كمان. وهذا لا بصير، أنه أنت كفرت، أنت تحرفت عن معتقد وكان يفكر حاله محور الكون طلع ولا شيء. والإنسان ما بصير شيء فعلا حقيقي غير اللي يصير بملكة الولا شيء. والذي يفنى يشاهد كل أسرار الوجود. يعني هالبذري لما فنت حالة، فنت حالة يعني تحولت. نفس الشيء نفي الأنا، نفي الأنا، أنت ما عاد مثلا من هالمذهب الفلاني ولا تابع للتيار السياسي العلاني ولا الاعتقادات الدينية كذا ولا العائلة كذا. لما أنت خرجت من هالمحدودية اللي كنت محدد نفسك فيها صرت تدخل بأكوان بسموها أكوان موازي، وهذه بالاعتقادات المحلية بسموها، بصير الإنسان عايش بالعالم اللطيف بإقليم الصين الجواني. ليك بيسموه إقليم الصين الجواني، يعني عالم صين حريز أنين بداخلك أنت بتكتشف أسراره، مش بمكان جغرافي ما رح تروح لعنده بجسدك. بتصير عودة ما يسمى الجواهر الكونية أو الحدود المكونة لكل الكون اللي هن عناصر طبيعية خمسة، عودتهم إليك أنت ترجع لأنه بيشرقوا بعين بصيرتك، مش بيجوا على أحصنة أو خيول بدهم يقطعوا رؤوس الناس. هن لما بيشرقوا بالمعرفة، هذول اللي بكل إنسان موجودين لما بيشرقوا بالمعرفة فعلا
بيقطعوا كل الناس. ليه؟ لأنه تبطل تشوف بحواسك وتصير تشوف فقط نفسك الكلية. هي المقصود إنه بيقطعوا رؤوس الناس، مش إنه بدهم يحملوا سيف ويقطعوا رؤوس الناس. في فرق كثير كبير. أنت تجربتك الروحية أشرقت بددت الظلمة، هذا بسموه سيف القائم بالحق اللي نتيجة لمعان نوره أزال منك ظلمة الجهل، وكأنه فك رقبتك من ربقة القيد والعبودية للجهل والظلم. هي إذا شوي هيك هذا حكي بيضحك.